Docteur, est-ce que vous avez un skin booster ou le PRP Bien sûr, il y a un Le skin booster généralement c'est de l'acide hyaluronique pur associé ou non à des multivitamines donc généralement zoriqa hadra, donc on les prendohem من عند les entreprises qui هالمواد ces euh وتتزرق بيان سور في الوجه الكل اللي يسميوها باللغه العربيه نتاعنا ابره النظاره دونك اللي تعطي انيكلا هكا محليه للباسيون وتدوم معاك بوندون اون لونغ بيريود البي ار بي مختلفه علاش خاطر بي ار بي حاجه من منك انت من الانسان نفسه معناها ناخذوا شويه دم نصفيوه ناخذوا منه البلازما اللي هي ريش اون بلاكيت نجمو نزيدوها فيتامينات ولا ما نزيدوهاش مي من الاحسن ديما انا نقترح ديما نزيدوها دي كوكتيل دو فيتامين سبيسيفيك لكل حاله والهدف هو نفسه معناها يعني كو سكين بوستر ولا لي بي ار بي الهدف هو نفسه هو النظاره في بعض الحالات البي ار بي كيما قلت لك نزيدو دي كوكتيل سبيسيفيك كان مثلا عنده لي نزيدو ان كوكتيل خاص بليتاش كلكان عنده دي بتيت كاسور تيغي كيف كيف تزيدوا حاجه اللي تعاون باش تنقص هيك اللي كاسور <متحدث> دونك معناها اون ريزومي البي ار بي والسكين بوستر عندهم نفس الهدف لكن كل واحده عندها الخاصيات تاعها. ميرسي بوكو دكتور ان شاء الله تكون المعلومه وصلت إيه الى بروشين ان شاء الله.